خفض التصعيد الإعلامي تجاه المنطقة العسكرية الأولى بعدما كان السقف مرتفع بضرورة رحيلها. جرى الحديث أيضا عن اتفاقات بينكم وبين التحالف العربي لإيجاد حل ومخرج دون أي صدام مباشر، ما حقيقة هذا الاتفاق؟ شوف، نحن نحترم التحالف لمواقفه في بداية الأمر وحتى الآن لدعم الجنوب ودعم قوات النخبة والصواعق وأيضا الأحزمة، وهذا نجله لهم كثير من الاحترام. لكن في المسائل التي تتعلق بأمننا القومي، تتعلق بسيادتنا على الأرض، نحن لن نساوم أبدا مهما كان. في اتفاق أخير وهي فرصة لقوات المنطقة الأولى أنه تعطى فرصة لحتى يتم تشكيل القوات وتدريبها من درع الوطن، من الحضارم وقيادات حضرمية، وبحيث أنه تكون تحتل مواقع المنطقة الأولى، ونحن منتظرين تنفيذ ذلك.